محمد خليلي نائب الاول رئيس مجلس العمل ومستشار بجامعة المحمدية. القراءة ديالك خطاب صاحب جلالة اليوم؟ بالنسبة للخطاب ديال اليوم كيبان لي ركز كثيرا على الشق الاجتماعي واي النهوض بالاوضاع الاجتماعية ديال المغاربة بشكل عام، وتكلم على بعض القطاعات اللي ركز فيها بنت لي على التعليم والشغل. بالنسبة للشق ديال التعليم فهو ركز على ضرورة تعميم التعليم الأولي من أجل تكافؤ الفرص ما بين جميع التلاميذ ديال الوطن، ثم ركز على الدعم الاجتماعي ديال التلاميذ من خلال برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، ثم الداخليات، ثم المطاعم. وبالتالي فالخطاب كيركز على كيفية دعم العائلات اللي في وضعية فقر أو هشاشة من أجل تشجيعهم على تمدرس التلاميذ والاستمرار في الدراسة، لأن كنشوفوا من أسباب الهدر ديال المدرسي ومن أسباب الانقطاع المدرسي كاين هذا الجانب الاجتماعي، لأن كاين الوليدات اللي ما عندهمش داك الكيما الموارد أو ما عندهمش الإمكانيات باش يتنقلوا، خاصة الوليدات من اللي كينتقلوا من المستوى السادس للمستوى الإعدادي في البوادي ما كيكونش النقل المدرسي، وبالتالي كيؤدي على انقطاع واحد العدد كبير ديال التلاميذ وخصوصا في صفوف الإناث. كاين مسألة أخرى ديال الداخلية تا هو مشكل كبير، المؤسسات اللي ما كتضمش داخليات او ما فيهاش داخليات حتى هي كيصعب على الوليدات انهم يستمروا فيها. وبالتالي فالنهوض بالاوضاع الاجتماعيه ديال العائلات المعوزه من خلال دعمهم هو كما كنقولوا دعامه من اجل تشجيع التمدرس، من اجل الاستمرار في التمدرس، ومن اجل محاربه الهدر والانقطاع المدرسي. مساله اخرى اللي ركز عليها جلاله الملك واللي مهمه هو التعليم الاولي كما كنعرفوا انه اليوم اصبح كيدخل ضمن واحد الصيروره تعلميه ديال 8 سنوات، 6 سنوات ديال الابتدائي زائد سنتين ديال التعليم الاولي. وبالتالي اول حاجه خصنا الرهان دابا هو ان تعميم هذا التعليم الاولي على جميع المناطق ديال المغرب بالشكل اللي يضمن تكافؤ الفرص، بحيث ما نبقاوش نلقاو في المدن كاين تعليم اولي وفي الهوامش وفي البوادي ما كاينش تعليم اولي، وبالتالي الوليدات ملي كيدخلوا المستوى الاول ما كيدخلوش بنفس لي كومبيتونس بنفس الكفايات التعلمات الاساس. إذن هذا رهان كبير هو تعميم التعليم الأولي في المدارس المغربية. شكرا على الكلمة. العفو.